مساء الخير. إن القوات المسلحة اليمنية جاهزة لكل الخيارات ولديها خطط استراتيجية كاملة، والجيش اليمني جاهز للتحرك باتجاه صنعاء في أي لحظة. كان ذلك ما صرح به وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الأسبوع الماضي لصحيفة الشرق الأوسط. وتحدث أيضا وزير الدفاع عن جهود توحيد القوات العسكرية التابعة للشرعية، وأشار إلى أن اللجان التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي حققت تقدما ملموسا، حيث تم تشكيل هيئة للعمليات المشتركة. هل ما تحدث به وزير الدفاع يفسر الأخبار التي كشفت عنها مصادر بالأمس عن إقرار مجلس القيادة الرئاسي هيكلة جديدة لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات النظامية التابعة للحكومة الشرعية، وذلك بموجب مقترح تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المكلفة بهيكلة ودمج القوات والتشكيلات وإعادة تنظيمها ضمن هياكل الدفاع والداخلية؟ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مشاهدينا، ماذا عن التشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية تحت إطار المجلس الرئاسي؟ هل تعثر دمجها أم فشلت اللجنة الأمنية في أداء مهمتها؟ ولماذا تم إقرار هيكلة القوات النظامية قبل التشكيلات العسكرية؟ إذا نتوقف في حلقة الليلة من حديث المساء عند هذا الموضوع وأناقشه بمعي ضيوفي. وقبل الذهاب للتقرير اسمحوا أن أرحب بضيفي. الآن ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من المأرب العميد عبد الرحمن الربيعي الخبير في الشؤون العسكرية. مساء الخير سيدة العميد. مرحبا، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي ومحبي قناة يمن شباب، أهلا وسهلا. تحية لك سيدي وأشكر انضمامك معنا. كما ينضم معنا مباشرة عبر سكايب سيدة العميد الركن محمد الكميم الخبير العسكري المعروف. مساء الخير سيدة العميد. مساء الخير وتحية لك ولضيفك الكريم وعبركم لجميع المشاهدين. تحية لك سيدة العميد وأشكر انضمامك معنا. إذا مشاهدينا وضيفي، نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش، فابقوا معنا. لم يعرف عن اللجنة العسكرية التي يرأسها القيادي الانفصالي هيثم قاسم أن نجحت في تنفيذ أي من مهامها وبنودها التي نص عليها المرسوم الرئاسي وقرار تشكيلها وتعيين رئاستها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل نحو عام ونصف. إذ تبدو شبه مجمدة ومعطلة وخاضعة لمزاج رئيسها هيثم قاسم الذي يتزعم ميليشيا مسلحة يرفض دمجها في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، مستندا في موقفه للمجلس الانتقالي الذي ينادي بالانفصال ويجير عمل اللجنة العسكرية ويستغلها بشكل معاكس لوظيفتها. وبدلا من أن تقوم اللجنة بدمج الميليشيا المسلحة في الجيش وتحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية، أبقت تلك الميليشيا بعيدا عن مهامها وذهبت لوضع خطط لهيكلة وحدات الجيش النظامية بحسب أمزجة قادة اللجنة العسكرية المنتسبين لجماعات عسكرية انفصالية ويتبنون أجندة معادية للجيش ورافضة للاندماج. مصادر مطلعة من داخل الاجتماعات المحدودة للجنة العسكرية تقول إن هيثم قاسم وأعضاء الانتقالية المشاركين في رئاستها حولوا اللجنة إلى مظلة وأداة لإضعاف الجيش التابع لوزارة الدفاع مقابل دعم وتثبيت فوضى التشكيلات العسكرية وعرقلة أي جهود من داخل اللجنة تسعى لتوحيدها ودمجها بموجب المرسوم الرئاسي. رئاسة اللجنة رفضت مجرد طرح مهام اللجنة ومسؤولياتها للنقاش في اجتماعاتها الهامشية، فما الذي أنجزته اللجنة غير تثبيت التشكيلات العسكرية وتوفير غطاء يعرقل دمجها وتوحيدها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية؟ إذا تابعنا سويا مشاهدينا هذا التقرير، نتحدث عن مهام اللجنة الأمنية والعسكرية وما الذي أيضا تم إنجازه حتى اليوم. هو يعني بالأمس طلعنا هذا الخبر أنه تم إقرار بالنسبة للمجلس الرئاسي أقر يعني هيكلة الجيش النظامي. نتوقف عند تفاصيل ما ورد بمعية السيدة العميد عبد الرحمن الربيعي وكذلك السيدة العميد الركن محمد الكميم. أرحب بكم مجددا ضيفي الكريمين. لو بدأنا بك سيدة العميد عبد الرحمن الربيعي، بداية دعنا
تحدث بالنسبة لهذه اللجنة، تم طبعا يعني صدر قرار المجلس الرئاسي في 30 مايو 2022 بتشكيل هذه اللجنة التي قوامها بطبيعة الحال 59 عضو مناصفة بين الشمال والجنوب. حتى اليوم ما الذي تم يعني إنجازه من خلال هذه اللجنة الأمنية والعسكرية قبل الحديث طبعا عن ما تم بالأمس؟ بالتأكيد ما وصل إليه مجلس القيادة الرئاسي بالأمس من حيث إعطاء الأولوية للهيكلة القوات النظامية، ودعني أقول أولا حتى كلمة الهيكلة نفسها هي كلمة فضفاضة، يعني بنستخدم هذا المصطلح مع أنه الصحيح والأقرب إلى التوصيف الدقيق هو أن نقول إعادة البناء، يعني كما قال ميخائيل غورباتشوف جلاس نوست. هنا يقصد ببداية الهيكلة، وهذا طبعا حصيلة ما توصلت إليها اللجنة العسكرية بعد جهد وعناء اشتغلت في الميدان وعملت الكثير وخرجت بالتأكيد بتصورات، قدمت هذه التصورات للرئيس بصفتها الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة. ثم بمعنى أتى هذا القرار، أي بمعنى أن يكون البدء بالقوات النظامية، والمقصود هنا بالقوات النظامية طبعا نقصد الجيش الكلاسيكي، أي بمعنى سواء ما تبقى من القوات المسلحة التي للأسف الشديد لحقها كثير من الضرر والدمار بعد الانقلاب وسقوط العاصمة صنعاء وسقوط الدولة برمتها أو كليا، ومعها سقطت كل مؤسسات الدولة بما فيها أهم مؤسستين هي مؤسسة الجيش والأمن. الآن ما توصلت إليها اللجنة العسكرية في تقديري أنها حققت كثير من الإنجازات، يأتي في مقدمتها أولا بمعنى الوصول إلى رؤية كاملة لهيئة عمليات للسيطرة والقيادة، لأن هيئة العمليات هي التي تصنع خطط الحرب كليا بالتعاون مع رئاسة هيئة الأركان العامة، هي التي تضع تصور لمحاور العمليات إذا ما كان هناك، إذا افترضنا أن هناك كانت عمليات وهذا أمر وارد جدا، فهيئة العمليات هي تعتبر إنجاز كبير وخطوة في طريق توحيد بمعنى مسارح العمليات والقيادة والسيطرة عليها. جميل. لأداء مهامها في ميدان المعركة، هذا أولا. من حيث بقية المسائل فيما يتعلق بالجوانب الإدارية الجوانب المالية، في تقديري قطعت صوت كبير لأنه القوات المسلحة فقدت كل بنائها التحتية وفقدت هياكلها وفقدت ألويتها وتنظيماتها وتشكيلاتها بما فيها القوى البرية والبحرية والجوية، ودعيني هنا أتحدث عن القوات البرية على اعتبار أنها كانت ولا زالت هي عمود القوات المسلحة اليمنية. القوات البرية اللجنة عملت وبذلت جهود كبيرة جدا، ومن المعيب حتى أن يتم الإدلاء أو التصريحات بالأشياء الجوهرية والمهمة، لأن هذه تعد لا زالت في طي الكتمان أو في طائلة الأسرار العسكرية التي لا يجوز الإباحة أو الأفصاح عنها. جميل. لكن مع الأيام وقادم الأيام إن شاء الله ستكون هناك رؤية واضحة عما أنجزت هذه اللجنة، وأهم بناء عليه هو تصريح وزير الدفاع. عندما يأتي وزير الدفاع ويصرح أن القوات المسلحة جاهزة لأداء مهامها القتالية لاستعادة الدولة ومؤسساتها، وزير الدفاع هو الذي يملك الرؤية الاستراتيجية، ولن يأتي هذا التصريح من فراغ إلا على خطوات مبنية على أسس سليمة. جميل. يعني الآن ربما يعني فسر حديث وزير الدفاع الأسبوع الماضي يعني نتيجة لهذه الجهود كما تحدثت لهذه اللجنة العسكرية والأمنية خلال هذه السنوات، يعني من أهم ما تحدثت به سيدة العميد عبد الرحمن أنه كانت جهود كثيرة لهذه اللجنة، من ضمن أنها حققت إنجازات بما يتعلق بهيئة عمليات للقيادة والسيطرة، ويجب البدء بهيكلة أو كما تحدث يعني بناء الجيش النظامي قبل الحديث عن التشكيلة العسكرية. سأعود لك، يعني لماذا تم البدء بالجيش النظامي قبل التشكيلة العسكرية الأخرى؟ أتحول سيدة العميد الركن محمد الكميم، هل تتفق بما يعني ذكر به سيدة العميد عبد الرحمن أن هناك يعني كانت جهود يعني تعتمد خلال هذه السنوات من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية وأتت بثمارها الآن لهذه الرؤية ولبناء الجيش النظامي؟ طبعا اتفق حرفيا مع ما ذكره العميد عبد الرحمن، واضيف عليه ان تشكيل اللجنه العسكريه والامنيه جاء مباشره بعد تشكيل مجلس القياده الرئاسي.
وجاءت هذه اللجنة كثمرة يعني هامة جدا من يعني تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وكان يعتبر أهم قرار لمجلس القيادة الرئاسي على الإطلاق، لأن هذا لأن هذه اللجنة العسكرية والأمنية جاءت يعني على أعتاب خلافات بين تلك التشكيلة. يعني دعونا نعود قليلا إلى الوراء ونتذكر أننا وصلنا في مرحلة من المراحل إلى الاقتتال الداخلي، وصلنا من مرحلة من المراحل إلى أن كل تشكيلة تفرج عن التشكيل الآخر، بل وصلت تلك التشكيلات إلى أنها تتمنى زوال بعضها البعض. فيعني نكون واضحين ونعلم أن الحوثي أيضا وهذه الميليشيات الإرهابية لعبت على هذه الخلافات التي كانت ما بين التشكيلات القتالية. نحن نتكلم اليوم على 400 ألف مقاتل يمني في كل الجبهات. أنا زرت جبهات ميدي المنطقة العسكرية الخامسة، وزرت جبهات مأرب، وزرت جبهات الساحل الغربي، ومؤخرا قبل أيام كنت في جبهات صعدة. قوات ضاربة، قوات عظيمة، قوات بطلة، قوات مسلحة نفتخر بها، إضافة إلى التشكيلات الأخرى المتواجدة كألوية العمالقة وكالقوات الانتقالي وبقية التشكيلات القتالية. هذه اللجنة العسكرية الأمنية عملت عمل جبار وعمل عظيم، وأنا كنت على مقربة من الزملاء الذي بيعملون في هذه اللجنة والتقيت بعضهم وشرحوا لي صعوبة العمل في البداية. يعني كانت الـ 59 العضو الذين حضروا في أول جلسة كان هناك اختلافات شديدة جدا وتباينات عظيمة، وكان هناك يعني كان آثار الاكتتال الداخلي فيما بين الطرفين والخلافات السياسية أثرت على تلك التشكيلات وأثرت على أعضاء اللجنة وأثرت على أداء عملها وأثرت حتى على تفاهمات داخل هذه اللجنة. طيب سيدة العميد، الآن تتكلم عن هذه التباينات ما بين يعني التشكيلات العسكرية أو داخل بنية الجيش النظامي هنا حتى يعني يتسنى للمشاهدين التفريق الآن. هل التباين حدث ما بين يعني أعضاء المجلس الذين يعني لديهم تشكيلات عسكرية أم داخل المؤسسة العسكرية له الذي هو الجيش النظامي؟ لا، القوات المسلحة اليمنية بشكل عام الآن احنا نتكلم عن القوات المسلحة بكاملها، يعني كلها الآن أصبحت قوات مسلحة يمنية، ما عاد فيش فرق. لكن إذا تكلمنا على ما كان يسمى الجيش الوطني، نعم، أو الذي يسمونه الآن الجيش النظامي، هذا كان وحدة متكاملة ما فيش فيها أي خلافات. كان هناك خلافات واكتتال داخلي فيما بين الجيش الوطني مثلا أو ومع تشكيلات أخرى مثلا كالانتقالي، كان هناك أيضا خلافات وتباينات. نتذكر ما بين الساحل الغربي وجبهات تعز، نكون واضحين كان هناك خلافات في المنطقة العسكرية الأولى مع بعض التشكيلات القتالية الأخرى، كان هناك خلافات كبيرة. كان هناك أيضا يعني تفرج، يعني أنه جبهات تعز تقاتل بعيدة عن جبهة الساحل الغربي، جبهة الساحل الغربي تقاتل بعيدة عن جبهة تعز، جبهات مأرب تقاتل وحيدة وكل الجبهات تتفرج عليها. في داخل جبهات مأرب كان هناك جبهات تقاتل في مأرب وبقية الجبهات لا تستطيع أن تسندها. يعني كان هناك مشاكل كثيرة جدا جدا. اليوم هناك فرق كبير ما بين ما كنا واليوم. اليوم هناك تفاهمات كبيرة، اللجنة العسكرية والأمنية استطاعت أن تتجاوز كثير من تلك الخلافات ووضعت أسس كبيرة لإدارة تلك الخلافات، بل وأنها عملت عمل جبار في وضع الأطر التنظيمية المناسبة لإعادة هيكلة الجيش بشكل كامل، سواء في إطار الدمج أو في إدارة تنظيم مسرح العمليات. تم إنشاء بعد إنشاء اللجنة العسكرية الأمنية إنشاء هيئة العمليات المشتركة، وهذا أيضا يعتبر من أهم الإنجازات لمجلس القيادة الرئاسي وللقوات المسلحة اليمنية. وهذه الهيئة الآن موجودة في عدن وبدأت تعمل بشكل كبير جدا في إطار مسرح عمليات واحد. اليوم نتكلم على مسرح عمليات واحد. اليوم عندما التقيت بالشيخ سلطان العرادة يقول نحن والساحل الغربي يد واحدة ولسنا مختلفين. عندما التقيت بالعميد طارق في الساحل الغربي قال لن تقاتل مأرب وحيدة. كثير من الزملاء يتحدثون اليوم عن معركة واحدة. معالي وزير الدفاع ومعالي رئيس الأركان يتكلمون عن في حال نشوب المعركة وفي حال اتخاذ القرار السياسي للمعركة لن تكون معركة كما كانت معارك الشباب أو معارك كم. يكفي أن أقول نقطة مهمة واحدة. تفضل. أنه نعم. في كل المدن السابقة ما بيننا وما بين الميليشيات الحوثية من 2004 إلى حد اليوم أو إلى 2023 كان الحوثي يستغل تلك الهدن وينقض على الجبهات ويكتظم الأرض. بينما الآن من 2 أبريل 2023 الحوثي لم يستطع أن يأخذ شبرا واحدا
في إطار المعركة الدفاعية. نعم. شبر الواحد لم يستطع، لأن اليوم تغيرت الأمور. ولا يجب أيضا أن نغفل أن الجيش الوطني تم بناؤه في إطار أنقاض الجيش السابق، ما الجيش تم بناء جيش وطني على أنقاض الجيش السابق. نعم. وتم بناؤه على عجل، وتم بناؤه في ظروف الحرب. صحيح. ولذلك كانت هناك كثير، كانت هناك صعوبات. صحيح، كانت هناك صعوبات يعني أمام بناء يعني جيش وطني من جديد. صحيح، في ظل هذه الحرب المستعرة. طيب، في إطار الحرب وفي عجل. نعم. طبعا يجب أن تكون هناك ثغرات في البناء وثغرات في العمل. يعني ما ذكرته يعني يبشر بالخير سيدة العميد، ونحن نتمنى طبعا أن يكون هذا واقعي يعني، وهذا ما يحصل على أرض يعني الواقع وفي الميدان. سيدة العميد ابقى معي، سأعود لك الآن أيضا. ينضم معنا عبر سكايب دكتور علي الذهب، الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير دكتور علي. مساء النور، اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. تحيه لك دكتور علي. اذا نتحدث يعني عما تم الان، اللجنه العسكريه والامنيه تتحدث انها هناك جهود لهيكله الجيش النظامي، تحدث ضيفي ان كانت هناك طول السنوات السابقه جهود مضنيه من قبل اللجنه العسكريه والامنيه لاعاده هيكله الجيش، وفعلا تمت يعني ذلك من خلال يعني توحيد عمليات القياده والسيطره. هل فعلا هناك توحيد لجميع التشكيلات العسكرية حاليا تحت قيادة وزارة الدفاع؟ هل فعلا يعني هذه اللجنة كانت تشتغل طوال السنوات السابقة وكللت جهودها بالنجاح، وليس هناك ربما الآن معضلات؟ أتصور أن المسألة ليست بهذه البساطة. يعني مجرد إعداد جوانب نظرية يعني تتعلق بالعقيدة العسكرية من حيث المبادئ أو الآليات المتبعة في إدارة الجيش في السلم والحرب، لا تعني بذلك يعني دخول هذه الآليات حيز التنفيذ. لا تزال هناك تشكيلة مسلحة تعمل وفق أجندة سياسية تحن إلى ما قبل 1990، ونعني بذلك أجندة الانفصال. وهناك داخل الـ يعني القوى التي ترفض هذا الاتجاه لديها وجهات نظر حول إدارة الجيش وتموضعه وقيادته في السلم والحرب. والشيء الآخر وهو نلاحظه جميعا، عندما يحضر وزير الدفاع أي لقاء مع القادة العسكريين هناك ألوان كثيرة تشير في البزات العسكرية وفي شعاراتها المستفزة للمواطن العادي، فما بالك رئيس أو وزير دفاع يقوم أو قائد الجيش يقوم في أعلى كرسي وبين يديه شعارات انفصالية لا تشير إلى أن هنالك وحدة في القرار أو التنظيم أو الإدارة، وعند ذلك الإدارة المالية والإدارة بمفهومها التنظيمي. فمجرد بعض يعني إعداد أو التحضير لبعض الأدبيات أو النصوص التي من المفترض أن تطبق عمليا، أن يعني ذلك أننا على أقدمنا على خطوة أو أقدم هؤلاء بعد سنتين ونصف على خطوة. نعم. نحو إعادة توحيد القوات المسلحة اليمنية أو وفقا لما يعني ورد في إعلان انتقال السلطة إعادة تكامل القوات المسلحة، حتى أنه عندما جاء بهذه اللفظة هو يريد أن يلطف يعني المفهوم بحيث أنه لا تثير لفظة الدمج أو توصيف الدمج بعض الأطراف التي لا ترى في ذلك قبولا. نعم. هذه مسألة الأجندة السياسية الموجودة داخل بنية التشكيلات المسلحة حالة دون أن يكون هناك خطوة حقيقية فاعلة نحو بناء هيكلي للقوات المسلحة تحت قيادة وطنية وعقيدة واحدة تلتزم بهذه المضامين سلما وحربا. فضلا عن ذلك هناك مؤثرات خارجية. نعم. بعض التشكيلات المسلحة ما هي إلا أداة لتنفيذ أجندات أجنبية، وهذه الأجندات لا نعني بها دول عربية، ولكن أيضا هناك يعني ارتباطات أخرى أو محاولة لفرض ارتباطات أخرى تؤثر على وطنية هذه القوات ومشروعها الوطني. ولذلك أنا أعتقد أنه حتى وإن تقدم يعني تقدمت اللجنة بمحتواها النظري وما وصلت إليه سيكون التنفيذ عسيرا،
ولا وفي احسن الاحوال سيكون لدينا يعني جيوش متعدده على الواقع، والمستوى النظري يمثل جيشا واحدا، وهذا ما لا تعترف به اي دوله من الدول المحترمه. جميل، يعني فتحت لنا الان باب للنقاش اريد انقله لسياده العميد عبد الرحمن الربيعي، يعني ربما ما تم اقراره محتوى نظري ولا يمكن تنفيذه على ارض الواقع لان هناك كثير من الصعوبات والمعوقات ذكرها يعني الدكتور علي. ودعني ايضا اتوقف ان ايضا هيثم قاسم رئيس اللجنه العسكريه والامنيه تحدث ان من ضمن المعضلات ربما والصعوبات تحدث عن غياب استقلاليه القرار الوطني، لا شك ان هناك صعوبات يعني لتنفيذ ربما هذه الرؤية وهذه الهيكلة أو بناء الجيش الوطني، هل فعلا يستطيع التغلب على كل ذلك؟ هل من مؤشرات توحي أن تم إذابة كل هذه الصعوبات حاليا؟ سيدة العميد، دعيني أولا تفضل. دعيني أولا للأسف الشديد لم أستمع جيدا لمداخلة الأخ الزميل الكميم وكذا أيضا الأخ العميد علي الذهب، لكن نعم. موضوع الحلقة بحد ذاتها يعني مفهوم واضح وما يتعلق بهيكلة القوات المسلحة، نعم. الجوانب الإيجابية والسلبية، العثرات والإخفاقات أين تحققت وأين، وبالإجابة على سؤالك دعيني أولا أوضح نقطة جوهرية. أنت كانت بداية الحوار أو الاستهلال الذي بدأتي أنت في هذه الحلقة وهو فيما يتعلق بالوصول أو إلى رؤية أنه البدء بهيكلة القوات النظامية، وهنا الموضوع هذا يحتاج إلى تعريف دقيق. طبعا هذا الكلام أنا في تقديري أنه كان خلاصة قراءة ودراسة من قبل اللجنة العسكرية المشكلة لتوحيد القوات المسلحة أو لإعادة البناء أو الهيكلة سموها ما شئتم. فهنا في إشكالية، حدثت إشكالية، وهذه الإشكالية تطلبت يعني الفرز في التوصيف، الفرز من أين نبدأ. فكانت فكرة أنه البداية من القوات النظامية على اعتبار أن القوات النظامية هي الإرث المتبقي من القوات المسلحة. جميل. من ضباط وأفراد كانوا عسكريين في الأساس ومؤهلين، يجب البدء بهم على اعتبار أنهم الأقرب لتحقيق المهام الموكلة أو المطلوبة في هذه المرحلة بالذات، هذا أولا. جميل. ثانيا لتخليص القوات المسلحة من الإشكاليات القائمة فيما يعرف ببناء الكنتونات العسكرية في إطار مثلا الأحزاب السياسية أو القوى السياسية المنضوية تحت راية الشرعية، لكن تختلف الأجندات. لذلك فصل الموضوع أولا أن نحقق بمعنى استعادة القوات النظامية سواء التي كانت عاملة في الميدان منذ الوهلة الأولى وبداية الحرب لمناهضة مشروع وإنقلاب الحوثيين، أو ما تبقى من هذه القوة المسلحة سواء كانت بالشتات أو في الداخل اليمني. أي جميل. بمعنى نصل أولا إلى بنية تنظيمية أو إعادة البنية التنظيمية لقوات مسلحة كانت قائمة وهي الأقرب للتحقق، ثم نبدأ بمعالجة القوات المسلحة المستجدة وهي المنضوية كما قلت في إطار كنتونات سياسية، وهذه تعتبر هي الإشكالية التي هي قائمة الآن والتي نعم. ذكرتها أنت من خلال حديث الأخ هيثم طاهر نعم. رئيس اللجنة العسكرية أنه في إشكالات. هذه الإشكالات أنا في تقديري تكمن في الأساس تكمن أن هناك تباينات في الرؤى بين القوى السياسية. عندما خرج مجلس القيادة الرئاسي إلى العلن الناس جميعا كانوا مستبشرين خيرا على اعتبار إن هذا المجلس المكون من 7 ورئيس للدولة رئيس المجلس نعم. على اعتبار إنه أخذ في الاعتبار يعني هؤلاء الأشخاص هم قادة سياسيين وعسكريين، أي بمعنى سيكون لديهم رؤية أو أقرب لتحقيق بناء الدولة والجيش، وهذا ما زلنا نأمل فيه خيرا بإذن الله. لكن نتيجة العوائق ونتيجة ضغط المعركة ونتيجة أيضا لا ننسى أيضا أنه لدينا إشكالية في الداخل نعم. ودخل فيها الإطار الإقليمي ثم التدويل، اليمن دخلت وانتقلت من مرحلة صحيح. الداخل اليمني إلى مرحلة الأقلمة ثم التدويل صحيح. هذه لا ننسى أيضا لها حضورها فيما نعم. يتعلق حتى في إطار هيكلة وإعادة بناء القوات المسلحة من حيث الأموال، من حيث إعادة التسليح، من حيث الإنفاق عليها، من حيث عقيدتها القتالية كما قال الأخ علي الذهب، من حيث جوانب كثيرة صحيح. فإذا مضت اللجنة
في مسعاها وما أقر رئيس مجلس الرئاسة بالأمس وهو البدء بالقوات النظامية، وأنا وصفت هذا كثير بحيث أنه المقصود هنا بالقوات النظامية هو ما تبقى من المؤسسة العسكرية التقليدية الكلاسيكية الأصلية للجيش اليمني، هي الأبدأ بهيكلتها سواء عن طريق دمج الألوي في على الشكل البيني أو حتى إعادة التسميات والوحدات السابقة لتفتح معسكرات، ومن ثم يتم استجلاب كل الضباط والأفراد الذي كانوا في الجيش سابقا سواء هم الآن موجودين في خنادق القتال مع الشرعية أو الذي في الشتات أو الذي لا زالوا مغيبين عن الخدمة حتى الآن، ومن ثم معالجة بقية القوى العسكرية أو بمعنى التي لم تصل بعد من حيث بنيتها التنظيمية لم تصل بعد أو ترتقي إلى مستوى الجيش النظامي المحترف. جميل، أنا أشكرك سيدة العميد على دقة المصطلحات، يعني حتى نفهم ويفهم المشاهد الآن ما يحدث وما تقوم به المؤسسة العسكرية. طيب قبل أن أنتقل لسيدة العميد محمد الكومام، يعني كما تحدث يعني الآن إعادة البنية التنظيمية للجيش النظامي، ألا يعني ربما سيكون عائق هذه التشكيلات العسكرية أمام مهام هذه يعني أمام الجيش النظامي باعتقادك حاليا بعد هيكلة هذا الجيش النظامي، ألا يشكل ربما يعني عامل مثبط لجهود الجيش الوطني والنظامي؟ السؤال لي؟ لا، سيدة العميد عبد الرحمن أناقشه بالفكرة فقط وسأعود لك سيدة العميد. للأسف أعيد السؤال. نعم. أعيد السؤال. نعم، تحدث الآن يعني ما تم إعادة، يعني تم البدء ربما بهيكلة الجيش النظامي وكما تحدث ربما بناء الجيش النظامي وإعادة البنية التنظيمية للجيش النظامي، الآن هذه التشكيلات العسكرية الموجودة على أرض الواقع على يشكل تحدي ربما ويعني يزيد من صعوبة عمل وأداء الجيش النظامي ربما لاحتواء هذه التشكيلات؟ في الأساس هذا القرار هو أتى لكي يتم تجاوز هذا العائق أو هذه المشكلة، أي بمعنى أنه إذا استعدنا المؤسسة العسكرية الكلاسيكية والتقليدية ثم نبدأ في معالجة هذه الكنتونات العسكرية المنضوية الآن في إطار الشرعية بحيث كيف نستطيع تخليصها سواء من يعني بمعنى تبعيتها الحزبية أو بمعنى تبعيتها المناطقية، لأنها أتت في إطار جغرافي وفي إطار سياسي، هي صحيح تعمل في إطار الشرعية وتملك رؤية وتملك أيضا الهدف الوطني وهو استعادة الدولة، لكن استجلبت معها خصومات الماضي القريب، واقصد هنا بمعنى أنه كثير من الخلافات السياسية البينية التي ما بعد 2011 بمعنى استحضرت في هذا المشهد، وهنا لكي تنجح الدولة أولا تستعيد المؤسسة العسكرية الحيادية التي تعمل وفق الدستور، ومن ثم معالجة الكنتونات العسكرية الأخرى، أي بمعنى تضع الخيارات أمام الأفراد، هناك كثير من الأفراد المزدوجين، هناك كثير من الأفراد الذي التحقوا رغبة في استعادة الدولة والتضحية من أجل استعادة الدولة، لكن قد يكونوا غير راغبين في الاستمرار في الخدمة العسكرية وما إلى ذلك. تفعيل قوانين الخدمة التي يترتب عليها استحقاقات الترقية والتقاعد والتدرج والمؤهلات، هذه جوانب شكلت عوائق كثيرة. إذا نجحت الدولة، وأقصد هنا وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وعلى رأس الجميع مجلس القيادة الرئاسي في استعادة القوات المسلحة التقليدية الأساسية كمرحلة أولية، على اعتبار أن الوقت غير كافي لكي نظل يعني بمعنى في وضع متباين، لم نصل إلى رؤى موحدة، لم نصل إلى استعجال بناء الجيش الذي يفي بمتطلبات المعركة التي قد تنشب في أي وقت. إذا الأولى استعادة الجيش حالة نعتبرها إذا الأولوية لاستعادة المؤسسة العسكرية والجيش النظامي كما تحدثت، ويعني البنية التنظيمية للجيش نستعيدها ثم ربما نتعامل مع هذه الكنتونات العسكرية كما وصفتها سيدة العميد. ابقى معي سأعود لك سيدة العميد بما يتعلق ربما وعطفا على حديث سيدة العميد عبد الرحمن الربيعي، هل ربما يعني ذهبت اللجنة العسكرية والأمنية وكذلك المجلس الرئاسي لهيكلة الأسهل ربما قبل يعني ما تذهب لهذه الكنتونات العسكرية، لأن فيها ربما صعوبات كثيرة وتباينات كثيرة وأجندات إقليمية ودولية، هل ذهبت للأسهل؟ هذا عندي سؤال. نعم. طيب علشان نكون على وضوح، نعم، المؤسسة العسكرية هي تعتبر الذراع الرئيسية لاستعادة الدولة، وهي أهم الأذرع
الرئيسية للدولة اليمنية في استعادة الدولة اليمنية والحفاظ على أمنها واستقرارها، وفي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالسلم والحرب. عندما نتكلم على المؤسسة العسكرية الرئيسية، فنحن نتكلم على مسرح عمليات أو مؤسسة مكتملة الأركان، تنقسم إلى مسرح عمليات وتنقسم إلى مناطق عسكرية. المنطقة الأولى طبعا تقسيم العسكري للجمهورية اليمنية خاصة في الجانب الميداني مقسم إلى 7 مناطق عسكرية، وبالتالي يجب إعادة البناء المؤسسي للقوات المسلحة اليمنية على أساس 7 مناطق عسكرية، وإعادة توزيعها بناء على القرار الجمهوري لإنشائها، بحيث تكون المنطقة الأولى في مكانها والمنطقة الثانية في مكانها والمنطقة العسكرية الثالثة في مكانها والرابعة والخامسة والسادسة في مكانها، أي في على مسرح العمليات. اليوم هناك تفتش في بعض المناطق العسكرية، مثلا معنا 3 مناطق عسكرية في مارب، المنطقة الثالثة والمنطقة السادسة والمنطقة السابعة. يعني هذه أيضا تعتبر أحد المشكلات فيما يتعلق بتوزيع القوات المسلحة اليمنية. هناك مشكلات كبيرة أيضا في البناء المؤسسي للألوية وللوحدات القتالية. هناك مشكلة في الملاك البشري للألوية. هناك مشاكل كثيرة جدا العميد عبد الرحمن ذكرها فيما يتعلق بالعمل بالأنظمة والقوانين. نعم. وبالتالي يجب على اللجنة العسكرية والأمنية أن تبدأ بإعادة البناء المؤسسي للمنظومة العسكرية للمؤسسة العسكرية الحقيقية الذي هي 7 المناطق، بالإضافة إلى مؤسسة هرم الوزارة الذي هو ديوان عام الوزارة وهيئة الأركان والهيئات المساندة لرئيس الهيئة العامة بشكل عام. هناك دوائر قتالية، هناك دوائر إدارية، هناك دوائر مالية ودوائر استخباراتية معروفة ما تسمى الهيئات، هيئة الإسناد اللوجستي، هيئة العمليات، وهيئة الاستخبارات وغيرها من الهيئات. هذه الهيئات يجب أن يعاد بناءها بناء مؤسسي صحيح، ثم إعادة بناء المناطق العسكرية بناء صحيح وتوزيعها وفقا لمسرح العمليات الحربية، ثم العمل على إعادة أيضا بناء الألوية والوحدات القتالية وفقا للهيكل التنظيمي الحقيقي ووفقا للملاك البشري الحقيقي. ما بعد ذلك أنا أعتقد هو سيكون في صعوبة، نعم، ولكن قد يكون الأسهل، لأنه هناك وحدات قتالية كمحاور صعدة مثلا. هذه المحاور هي الآن يعني أقرب للانضمام إلى القوات المسلحة اليمنية، وبالتالي ستدخل تلقائيا بعد أن يعاد هيكلة المؤسسة العسكرية بشكلها الرئيسي، يعني وزارة الدفاع، ديوان عام الوزارة، هيئة رئاسة الأركان العامة والهيئات التي معها، إضافة إلى المناطق العسكرية، وكل القوات المسلحة اليمنية المتبقية ستدخل. نعم هناك مشاكل، نعم هناك تباينات، نعم هناك خلافات وتدخل فيها بعض الأجندات، لكن أين وين نحن اليوم؟ يعني كما قال الدكتور علي الذهب، يعني الجانب النظري قد يكون اللجنة العسكرية أكملته إلى حد ما، ولكن هناك جوانب يعني صعبة في جانب التنفيذ. ولكن لا ننسى أيضا أن قادة التشكيلات القتالية هم أيضا هم أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، و يعني هناك حلال كثير من الملفات، و يعني واحدة بعد واحدة يتم يعني حلها وحلها. لكن في الأساس عندما نتكلم على معركة قتالية وعلى في حال نشوب المعركة، أعتقد أن قوات المسلحة بكافة التشكيلات القتالية حتى مع الاختلاف وحتى مع التباين أصبحنا في وضع أفضل بكثير مما كنا قبل 2023 أو من قبل 2022. نعم هناك مشاكل كثيرة جدا، ولكن اليوم نحن على طاولة واحدة. جميل. ونجلس على طاولة واحدة. يعني الحديث عن هذه المشاكل يعني وحل حالتها سيادة العميد يعتبر أيضا ربما خطوة للأمام، يعني ويعتبر نحن حققنا إنجازا نحن نتحدث عن هذه المشكلات ونحاول أيضا حلها. جميل. جميل سيدي، سأنقل يعني ما تحدث به وأيضا ما تحدث به سيد عبد الرحمن الربيعي للدكتور علي الذهب. هل تجد ربما هناك يعني توافق حاليا، تناغم هرموني الآن ما بين هذه اللجنة العسكرية والأمنية وكذلك قيادة الجيش في وزارة الدفاع والداخلية، وهناك فعلا يعني عمل يعتمل الآن يعني إنجاز ما يمكن إنجازه وتحقيق أيضا نجاحات بما يتعلق بهيكلة الجيش النظامي، ثم ربما نتحدث عن بقية التشكيلات، كيف ترى؟ مسألة التوافق أنا أعدها أنها مسألة نسبية، لا يمكن أن يكون هناك توافق 100%، وأنا أجزم بهذه المسألة، لأن هنالك منهم في أعضاء هذه اللجنة
يقومون على مناصب أو وظائف رسمية داخل مؤسسة الجيش، وبالتالي لديهم، أنا طبعا أولا أعتذر عن أنني أخوض في هذا الموضوع، هو موضوع دقيق وحساس يعني يمس أمن الدولة، ولكن أحمل يعني الحكومة بمؤسساتها المختلفة منها مؤسسة الجيش واللجنة العسكرية أنها تدفعنا للخوض في هذه المسألة. ومن هذا المطلق أقول أنه حتى حصول نسبة كبيرة من التوافق أيضا ستواجه تحديات أخرى، وهي تحديات تتعلق بالإمكانيات المالية. هناك لا تزال هيئات مجرد مسميات فقط، وهناك هيئات أو يعني دوائر في وزارة الدفاع عبارة عن شقة ومجموعة من الضباط ومجموعة من الأثاث، يعني تخيلي. وهي كانت قبل 21 سبتمبر 2014 صرح كل مركز أو هيئة أو دائرة صرح شامخ فيه ملاك بشري ومادي وارتباطات ومراسلات وإرث ودورة مستندة وما إلى ذلك. الآن يعني إذا جاز التعبير أن نقول أنها يعني دكاكين صغيرة للأسف الشديد. هذه نقطة. النقطة الأخرى كما تفضل الدكتور العميد عبد الرحمن، أنه نبدأ ب يعني الوحدات التنظيمية أو اللي هي الجيش النظامي. لا، أنا عفوا أنا لا أوافق هذه النظرة، لأنه هذه الخطوة ستجعلنا ننطلق في الجيش النظامي سنتين ثلاث إلى أن تتشكل رؤية واضحة لدى القوى الأخرى أو التشكيلات المسلحة الأخرى لأن تعلن التمرد أو الانفصال. يجب أن يكون هناك مزامنة في أي عمل إجرائي على الميدان يقوم على كافة التشكيلات المسلحة. هذه نقطة. الآن فتح الانتقالي بابا بتفويض المحرمي أو المحرمي لإعادة التشكيل والدمج وما يسمى القوات بين قوسين الجنوبية، يعني قوات انفصالية. نعم. أولا هذا الفتح سيلهي يعني مسألة إعادة تكامل القوات المسلحة وفقا لإعلان انتقال السلطة في 7 إبريل. لابد أن يكون هذه العملية متزامنة في كافة الاتجاهات، كافة التشكيلات يجري إعادة هيكلتها وفق هيكل وطني موحد. جميل. يؤمن بوحدة اليمن. علينا أولا أن نقنع، أولا أنا أريد أن يقتنع يعني عضو مجلس الرئاسة الزبيدي يقتنع بفكرة الانفصال بأنها لن تتحقق وأن لا يرهن على ذلك، ثم لا يذهب لاستفزاز ما تبقى من الجيش الوحدوي في مناطق حضرموت والمهرة، وهو يرسل بعض يعني هو أو غيره أو من يعني يبحث وراء أجندات ستتحطم أمام صخرة وحدة البلد ويعني ترابا وإنسانا وتاريخا. هذه المسألة. مسألة أخرى، هناك منتفعين للأسف الشديد من قادة الوحدات أو قادة التشكيلات، لا نقول القادة الوحدات الذين تمرسوا على العمل العسكري، لا، هناك قادة أنتجتهم الحرب ويعني علقوا رتبا عسكري وهم ليسوا أهلا لها حتى وإن كانوا يعني برزوا في الميدان. وهنا أستحضر قول بنت جنبير أنه قال أنا خضت 40 معركة بحصان وببغلتين، يعني بغلين، لكن مع مرور هذه المعارك ظل البغلين كما هما. وهذا يعني أنه لابد من التدريب والتأهيل. صحيح. ولا يمكن أن يرتقي من يعني عركه الميدان ليكون في مستوى يعني الأكاديميين أو ما أو نحو ذلك. هؤلاء بطبيعة الحال قد يغضبهم هذا الطرح، ولكن نقول لهم أن المسألة أن الظروفية التي خدمتهم وأن القوى الفاعلة الدولية التي دفعتهم للواجهة هي التي جعلت منهم أساطير، في حين أن هنالك قادة حقيقيون مخلصون. نعم. لديهم القدرة والكفاءة على إدارة المعارك. نعم. وإدارة الدولة الجيش يعني في مستواها الإداري، ولكنهم حيدوا لأنهم يرفضون أن يعملوا لأجندة أجنبية. جميل. قبل أختم معك دكتور علي، هل باعتقادك يعني إقرار هذه الهيكلة بهذا التوقيت يعني يشي بشيء على عجالة؟ اسمحي لي، إذا كان هناك فعلا إقرار بما يتعلق لا نقول هيكلة، لأنه هناك لو أردنا أن نأخذ بالهيكلة نأخذ بمخرجات لجنة الهيكلة والتي يعني اشتغلت
أكثر من عام خلال 2013 و2014 نعم. وهي خرجت بمضمون يقوم على أسس مهنية واحترافية وتستطيع أن نبني جيش بمعنى الكلمة. لكن حتى اللحظة هنا أنا أراهن على ما يجري الآن. أولا علينا أن نقنع من هم في لديهم أجندات انفصالية أو أجندات طبيعة مصلحية خاصة في مجلس القيادة أو على الميدان بأنهم يتحرروا من هذه الأشياء. وعلينا أولا أن ننزع هذه القوى الصلبة من أيديهم ونمنحها لفاعلين آخرين قادرين على أن يتجهوا نحو المشروع الوطني بعيدا عن أي قيادة. تقصد دول الإقليم التي تدعم هذه التشكيلات العسكرية، هل يعني هي راضية أنها يعني هذه التشكيلة تنضوي تحت وزارة الدفاع أم لا؟ هذه نقطة مهمة دكتور. أشكر تواجدك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي المعروف الدكتور علي الذهب، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. نقطة مهمة ذكرها الدكتور علي الذهب أو ناقشها معك سيدة العميد عبد الرحمن الربيعي وكذلك سيدة العميد الركن محمد الكميم. نبدأ بك سيد عبد الرحمن بما يتعلق لماذا ربما يعني هذه الهيكلة لا تتم بشكل متزامن ما بين الجيش النظامي وكذلك هذه التشكيلة العسكرية بأقل من دقيقة. تفضل سيدي. دعني أقول ربما كان هناك خطأ منذ بدء المعركة، يعني المؤسسة العسكرية حلت أو بمعنى دمرت في العام 2014، ومن عام 2015 بدأت معركة استعادة الدولة. نعم. في مناطق كثيرة، وكانت في المقدمة مأرب، ثم بدأت تتوافد إلى مأرب كثير من الأحرار والرافضين لمشروع الحوثي للانخراط تحت مسمى المقاومة. شيئا فشيئا بالتدريج تحولت هذه المقاومة إلى مؤسسة عسكرية، وهذا جانب إيجابي وجيد ولا غبار عليه. لكن السؤال المطروح أو الذي أنت تركتي وهو التعثر أو لماذا؟ أولا لا ننسى هنا الذين يحاولون أو الجهود المبذولة لاستعادة المؤسسة العسكرية أو بناء جيش وطني، يعني مؤسسة قتالية بالمعنى الحرفي والمهني الصحيح، يحتاج إلى كثير من العوامل. أولا عامل الاستقرار غير موجود، كل القوات المسلحة سواء كان المنخرطين من القوات المسلحة السابقة أو المجندين الجدد أو الذي أتوا من المقاومة أو من أي أطياف، هؤلاء تم تدريبهم على عجالة وانخراطهم في المعركة من أول يوم، ولم تتح الفرصة حتى للقيادات العسكرية التي استطاعت أن تستعيد بعض الدوائر أو المؤسسة رئاسة الأركان هنا في مأرب وبعض الدوائر العسكرية التي بدأت تمارس عملها شيئا فشيئا، لكن كانت أمام إحباطات وإخفاقات ضغط المعركة. هذا جانب. اليوم ما نعيشه من حالة التعثر أنا في تقديري أعزوه إلى جانبين، الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الدولي. الجانب السياسي أولا يجب على القوى السياسية أن تؤمن إيمان مطلق إن النجاة للجميع والانتصار للثورة والجمهورية لن يتم إلا بالإيمان بوجود مؤسسة عسكرية حيادية تعمل وفق الدستور والقانون. هذا أولا. الجانب الاقتصادي هو أن تتوفر الأموال الكافية لديك. مثلا لو تحدثنا عن النجاحات التي تحققت خلال 3 سنوات الماضية في إطار إعادة بناء القوة المسلحة شيء الكثير. لديك كلية القيادة والأركان، الكلية الحربية في عدن، كلية الطيران والدفاع الجوي هنا في مأرب، كلية الشرطة في حضرموت، التدريب والإنفاق عليه وإعادة جاهزية القوات تحت ضغط المعركة. هذا يطلع الجانب الإقليمي. أنا في تقديري والدولي أنه يجب على الجانب الإقليمي والدولي أن يسخروا كل الإمكانيات، أي بمعنى أن يقدموا كل العون، ولا أقول كل الإمكانيات، أن يقدموا العون الإيجابي لإعانة حكومة الشرعية. صحيح. كي تستعيد القوات المسلحة. نعم. وتستعيد الثورة الدولة. نعم. والجمهورية من خلال العمل يعني المؤسسي. يقدم الدعم للجيش الوطني وليس لهذه الميليشيا. جميل جدا. أختم عند هذه النقطة معك سيدة العميد، وأشكر تواجدك معنا الخبير في الشؤون العسكرية سيدة العميد عبد الرحمن الربيعي. شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا في هذه النقطة. سيد محمد، يعني لماذا يتم هناك ربما يعني مزامنة ما بين هذه الهيكلة ما بين الجيش الوطني الذي يعني يلزمه الكثير من الإمكانيات مقابل هذه التشكيلات العسكرية التي بطبيعة الحال لديها قدرات عسكرية وبشرية كثيرة، فبالتالي لماذا لا يتم يعني بشكل متزامن؟ أولا يجب أن نجهز الوعاء الرسمي للقوات المسلحة اليمنية. يجب أن نعترف ونقر أن القوات المسلحة اليمنية الذي مرتبطة بوزارة الدفاع ومرتبطة بوزارة المالية مرتبات وهيكلة
وهي القوات المسلحة الذي اسمها الزملاء التقليدية أو النظامية. هذه وهذا هو الوعاء الرسمي الذي يجب أن يعد ويرتب وينظم ويعاد تشكيله وفقا لبناء مؤسسي احترافي حقيقي. عندما تعدي هذا الوعاء الحقيقي وفقا لرؤية احترافية ومنظمة بعيدا عن الولاءات وتزيل كثير من النتوءات والمشاكل التي تواجه هذه المؤسسة العسكرية، بعدها أنا أعتقد أن كل شيء سيصلح. هذه المؤسسة هي التي تستلم مرتباتها من الدولة اليمنية، هي التي يعني هيكلها معترف من القوات المسلحة اليمنية، هي التي رتبها وناشئها وأسماء الضباط. هو المشكلة سيدة العميد يعني يجري ضخ ماديا وإمكانات كبيرة لهذه التشكيلات العسكرية، ربما وبالمقابل يعني الجيش الوطني النظامي يعني يشكو من قلة الدعم وقلة يعني حتى الرواتب يعني تتأخر، فبالتالي هنا المشكلة ربما والفجوة. ولذلك أنا أعود لنفس النقطة، إذا يجب أن نعد الوعاء الحقيقي لأن هناك مشاكل كثيرة تواجه البناء المؤسسي لوزارة الدفاع الرسمية مع هيئاتها، مع هيئة الأركان وهيئاتها المساندة، مع الوحدات العسكرية والمناطق العسكرية، هناك مشاكل كثيرة يجب أن يعد بناء هذا الوعاء على مسرح العملية بالكامل. جميل. وهي التي تستلم مرتباتها، ركزي على هذه النقطة. وبالتالي كل التشكيلات الأخرى التي لا تستلم مرتباتها من وزارة المالية وليست معتمدة لدى القوات المسلحة اليمنية ولدى القيادة على القوات المسلحة، هذه يجب أن تعالج في وقت لاحق، إما وأن تنخرط في القوات المسلحة الرسمية في إطار هذا الوعاء الذي تم تنظيمه في المناطق العسكرية وفي الهيئات هيئات الأركان العامة والهيئات المساندة، ولا ستواجه مشكلة كبيرة لأنها لن يعترف بها، لن يعترف برتبها، لن يعترف بتشكيلات القتالية، لن تنطوي تحت وزارة الدفاع. هناك يعني شيء يجب أن يعلمها الجميع، إذا لم ترتب الوزارة الدفاع الرئيسية مع هيئاتها وتجهيز هذه المؤسسة بطريقة منظمة واحترافية، بعدها ممكن أن نعالج بقية المؤسسات العسكرية أو التشكيلات القتالية. إذا كانت تريد أن تنضم للتشكيل القتالي الرئيسي وتنضم لوزارة الدفاع، هناك نظام وهناك إجراءات يجب أن يكون هذا الوعاء مهيئ كما تحدث سيادة العميد. مهيئ، والتشكيلات الثانية الأخرى هي سوف تتخذ القرار الأخير. إذا دعنا نتفائل إن شاء الله تكون هذه البداية يعني لهيكلة الجيش كما تحدث أنت والدكتور أو السيد عبد الرحمن الربيع. العسكري الحقيقي. نتمنى ذلك سيدة العميد، وأشكر تواجدك معنا الخبير العسكري المعروف سيدة العميد الركن محمد الكميمي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا جزيلا لك سيدة لانضمامك معنا، وكل الشكر للدكتور علي الذهب الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا مباشرة عبر سكايب، وكذلك سيدة العميد عبد الرحمن الربيعي الخبير في الشؤون العسكرية كان معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. بيض الله صلى ختم هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير. We'll be right back.